أعزائنا المشاهدين، أسعد الله مساءكم في كل مكان. يسعدنا أن نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج رؤية، وحلقتنا لهذه الليلة حول النزاع الأثيوبي الأرتيري. النزاع المسلح الذي اندلع بين كل من أثيوبيا وأرتيريا أعاد للأذهان المليء بالألقام في القرن الأفريقي، وحوض تهديدا للأمن والسلم في هذه المنطقة كله بما في ذلك الجوار العربي، خاصة والحديث يدور عن أيادي إسرائيلية في توتير الوضع في منطقة البحر الأحمر. ولأن الجذور ثور النزاع الأثيوبي الأرتيري تعود إلى زمن بعيد، يوم كانت أرتيريا مستعمرة أثيوبية، حيث قاتل الشعب الأرتيري طويلا في سبيل حقه وتقرير المصير. فإن النزاع الدائر اليوم قد يهدد بتفجير المنطقة من جديد بشكل لا تحمد عقباه. أعزائنا المشاهدين، ورغبة منا في برنامج رؤية لتسليط الضوء على هذا الحدث الهام والذي سيؤثر على المستقبل القارة الأفريقية وأيضا العربي، ارتأينا أن نناقش هذا الموضوع خلفياته التاريخية والرؤية المستقبلية لما قد تؤول إليه هذا النزاع. أعزائنا، ولكن قبل ذلك دعونا نتابع هذا التقرير معا. النزاع الحدودي الأثيوبي الإريتري الذي تفجر مؤخرا يتمحور في ظاهره على منطقة جبلية تقع في إقليم تيغري شمال غرب أثيوبيا، لا تزيد مساحتها على 400 كيلومتر، وهو يؤكد على عدم ترسيم الحدود بدقة بين البلدين غداة انفصال إريتريا عن أثيوبيا وإعلان استقلالها التام عام 93. وتعود قضية ترسيم الحدود إلى مؤتمر برلين سنة 85 و800 و1000 للدول الأوروبية، وما تبعه من مؤتمرات قسمت أفريقيا سياسيا تبعا لمصالح الدول الاستعمارية المتنافسة. وعلى خلفية هذا النزاع انزلقت الدولتان الجارتان إلى حافة حرب شاملة بدأت بوادرها بقيام الطيران الأثيوبي بقصف مطار العاصمة الإريترية أسمرة، فيما اشتدت المعارك على الحدود واتسعت رقعتها إلى منطقة مرفأ عصب المطل على البحر الأحمر. وباتت ثلاث جبهات مفتوحة على حدود طويلة تفوق 1000 كيلومتر. ونظريا فإن الجانبين غير متكافئين، إذ يبلغ تعداد سكان إثيوبيا 60 مليون نسمة مقارنة ب 15 مليونا فقط لإريتريا. إلا أن الجانبين ورثا رسانة حقيقية من النظام السابق الذي كان يعتمد في تسلحه على الاتحاد السوفيتي قبل انهياره. إلا أنه نظرا للسرعة التي توالت بها الأحداث، فإن المتتبعين للشؤون الأثيوبية الإريترية يعتقدون أن النزاع بسبب الحدود ما هو إلا مظهر لخلاف أشمل وأعمق. فبالإضافة إلى الأطراف الخفية التي تؤجج الصراع، فإن المحللين لا يستثنون البعد الاقتصادي لهذا النزاع. فللاستيلاء الإريتري أسباب تعود على ما يبدو إلى ما بعد استقلالها مباشرة، عندما قررت أثيوبيا التي لا تملك أي منفذ على البحر تحويل تجارتها إلى موانئ جيبوتي، بعد أن كان أكثر من 90% من تلك التجارة يمر عبر ميناء عصب ومصوع. كما أوقف الأثيوبيون تصدير المواد الغذائية إلى أسمرة، مطالبين بأن يكون الدفع بالعملات الصعبة إضافة إلى وقف الرحلات الجوية نحو أسمرة. ونظرا إلى ما وصل إليه الموقف من تصعيد، فإن نتائج الحرب الدائرة الآن قد تؤدي إلى عواقب وخيمة ليس على الصعيد جبهات القتال فحسب، وإنما أيضا على مستقبل العلاقات بين البلدين الجارين اللذين ربطت بين حزبيهما الحاكمين علاقات وطيدة وصلت إلى درجة عالية من التحالف السياسي والعسكري، الذي أدى في النهاية إلى إسقاط نظام الكولونيل مانغستو هايلي مريم. أعزائنا المشاهدين، بداية نرحب بضيفينا سعادة سفير أرتيريا في دولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ محمد علي عمرو، أهلا وسهلا بك. مرحبا. ويشاركنا الحوار أيضا الدكتور عمر عبد العزيز الكاتب والصحفي بجريدة الخليج، أهلا وسهلا بك. مرحبا. سعادة السفير، حقيقة بودنا أن نلقي الضوء على الخلفية التاريخية للعلاقات الأثيوبية الأرتيرية ومقدمات استقلال الأرتيرية.
شكرا أستاذ محمد. في البداية أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن جزيل شكري وامتناني لقناة دبي الفضائية على إتاحتها لهذه الفرصة، ووضع المشاهد العربي على حقيقة هذا الصراع. بداية فيما يتعلق بالعلاقات الإثيوبية الإريترية، بحكم الجوار وبحكم التداخل الإثني في علاقات أزلية وقديمة جدا قائمة بين الشعب الإريتري والشعب الإثيوبي، مثلما هي قائمة بين كل الدول المتجاورة. أما فيما يتعلق بالعلاقات السياسية وارتباط إريتريا بإثيوبيا، فهذا يرجع إلى الفترة التي كانت بعد الحرب العالمية الثانية، حينما انتقلت إريتريا كمستعمرة إيطالية إلى النظام الفيدرالي مع إمبراطورية هيلي سلاسي. هذا الاتحاد الفيدرالي الذي فرض على الشعب الإريتري فرضا دون إدخال رغباته وأمانيه في الاعتبار. بعد الحرب العالمية الثانية، الحلفاء عقدوا مؤتمر سلام في باريس، وبموجبه تنازلت إيطاليا عن مستعمراتها السابقة إريتريا وليبيا والصومال الذي كان يعرف آنذاك بالصومال الإيطالي. فتوصلوا إلى منح الاستقلال الناجز لليبيا ووضع الصومال تحت الوصاية الإيطالية لمدة 10 سنوات، بينما اختلفوا فيما يتعلق بمستقبل إريتريا نتيجة لمطامع الدول الكبرى وأهدافها واستراتيجياتها. فحولت القضية إلى الأمم المتحدة التي أقرت في عام 2 ديسمبر 1950 ربط إريتريا فيدراليا مع إثيوبيا بموجب القرار 390/5. هذا القرار ربط إريتريا بإثيوبيا ومكن هيلي سلاسي من أن يقبل على مضض بأن تكون إريتريا مرتبطة بإمبراطوريته فيدراليا حتى يتمكن من إلحاقها نهائيا إلى إمبراطوريته. وهذا هو الذي حصل أو حدث بالفعل بعد أن قام الإمبراطور هيلي سلاسي بإلغاء القرار الفيدرالي، ومن جانب واحد بعد مرور 10 سنوات فقط، أي في 14 نوفمبر 1962. طوال الفترة، أي فترة الاتحاد الفيدرالي، الاتحاد الفيدرالي كان عبارة عن قناع لاستعمار، ونظام الإمبراطور هيلي سلاسي كان يتصرف في إريتريا وكأنه جيش محتل وكأنه إريتريا مستعمرة. وبالتالي خلال 10 سنوات واجه الشعب الإريتري الكثير من المشاكل، الكثير من الويلات والكثير من الاضطهاد، مما اضطروا إلى أن يعبر عن معارضته ومقاومته لهذا الاحتلال بشتى الوسائل السلمية الممكنة والمتاحة في ذلك الوقت. إلا أن الأجهزة القمعية الإثيوبية
تمكنت من ضرب كل المعارضة وتوجيه الضربات للمعارضة الإريترية وإدخال العديد من الشباب في غياهب السجون والتشتيت والتنكيل، مما اضطر الشعب الإريتري في النهاية إلى أن يحمل السلاح ويعلن ثورته المسلحة في الأول من سبتمبر عام 1961 بقيادة الشهيد حامد إدريس عواتي. عفوا سعادة السفير، بدنا ننتقل إلى مرحلة ما قبل الاستقلال ونتوجه للدكتور عمر عبد العزيز. بودنا أن نلقي الضوء على العلاقة بين كافة الأطراف الإريترية وتأثيرها في سقوط نظام منغستو هيلي ميريم. في حقيقة الأمر كما أفاد سعادة السفير فيما يتعلق بالمقدمات التاريخية للنضال المسلح، والتي تمثلت أولا في أن الصيغة الفيدرالية التي أخذ بها في ظل نظام هيلي سيلاسي تحولت إلى صيغة شكلية، ثم بعد ذلك هذه الصيغة الفيدرالية أوتوماتيكيا تحولت إلى إلحاق وضم معلن، وتبعا لذلك تحولت إريتريا إلى إقليم من أقاليم أثيوبيا في ذلك الحين. حينها تصادف أن هذه المرحلة بالذات كان هنالك مد قومي في الساحة العربية، وكانت مصر عبد الناصر على وجه التحديد تلعب دور كبير في مساعدة الشعوب على تقرير المصير وعلى التحرر من الاستعمار بالمعنى العام والواسع للكلمة، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالعالم العربي. وفي ذلك الحين كانت الثورة الإريترية جزء من حركة التحرر الوطني العربي في انطباع الحركة القومية العربية تحديدا، وفي كون أن أجهزة الإعلام العربية ومصر عبد الناصر تحديدا لعبوا دور كبير جدا في دعم الثورة الإريترية في ذلك الحين أدبيا وماديا وعديد من الدول العربية. ثم بعد ذلك توالت الأمور وحصلت تشكلات مختلفة في إطار الثورة الإريترية، لسنا بصددها الآن ولسنا بصدد التفصيل فيها، ولكن ما يهمنا أنه في لحظة ما من لحظات التطور التاريخي وتحديدا في ظل نظام منغستو هيلي ميريم الشمولي العسكري، في ظل هذا النظام تحالفت جبهتان، وكلا الجبهتين اللتان تحالفتا هما اللذان يحكمان الآن إريتريا وإثيوبيا، وهذا التحالف أسفر عن إسقاط نظام منغستو هيلي ميريم. كان هنالك تحالف رفاقي شامل، وكان هنالك أيضا تناغم بمعاني متعددة ومختلفة فيما يتعلق بهاتين الجبهتين، وهي الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية. وهذا الأمر أفضى تدريجيا إلى سقوط نظام منغستو هيلي ميريم، وبالذات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. إذن من هذه الزاوية نستطيع أن نلحظ قضية رئيسية ومهمة جدا، وهو أنه كان هنالك صلة نسيجية كبيرة جدا بين الإطارين اللذين قاد سقوط نظام منغستو هيلي ميريم. طيب دكتور عمر، أيضا سعادة السفير، في هذه الحال طبعا يتبادر لذهن سؤال أساسي، أن هنالك في أوجه تشابه وتباين بين كل من أثيوبيا وإريتريا. خلينا نأخذ على سبيل المثال طبيعة النظام السياسي. أي نعم، بطبيعة الحال أنا في تقديري الشخصي أن هنالك بعض أنواع التباين بين النظامين من زوايا متعددة. فالنظام القائم حاليا في أثيوبيا يقول باللامركزية ويقول بالفيدرالية، ويسعى نحو تطبيق هذه المسألة بالتدريج، أي أن النخبة الحاكمة استطاعت بهذا القدر أو ذاك على أن تنخلع من الوجود الاجتماعي وعلى أن تتطور شيئا ما قياسا بالحالة التاريخية، وأن تختار بعض المسارات اللامركزية والديمقراطية والليبرالية بالمعنى الواسع للكلمة، دون أن يعني هذا الأمر أن هذه المسارات كاملة أو ناضجة كما ينبغي. بالمقابل إريتريا تعتقد أن هذه الأولوية ما زالت بحاجة إلى مزيد من إنضاج الظروف الموضوعية، وما زالت بحاجة إلى مزيد من مأسسة الدولة، وما زالت بحاجة إلى مزيد من إعطاء الأولوية لمحاربة بعض الظواهر
الاجتماعية كالبطالة والفقر وما إلى ذلك. فإذا من هذه الزاوية نحن نلحظ أن النظام في أثيوبيا يحاول أن يسارع في تطبيق الإصلاحات الليبرالية، وبهذا المعنى يحاول أن يعطي مزيد من الصلاحيات للإدارات المحلية، ومزيد من الاتجاه نحو اللامركزية، ومزيد من تحرير العوامل. هذه المسألة في أثيوبيا قد لا تكون مسألة مستوعبة قاعديا أو شاملة بالمعنى الكلي للكلمة، ولكنها مستوعبة على الأقل من لدن دوائر معينة في. هل هي مستوعبة من قبل النخبة؟ إلى حد كبير في تقديري الشخصي. المسألة إذن تدخل في باب أو الأولويات وفي باب تقدير كيفية تطبيق هذه المسائل، لكن لا أرى في الخلاف الحالي أن هذا هو السبب الحاسم فيه. هنالك حلقات مفقودة في هذا الخلاف في تقدير الشخصي لابد من البحث عنها. هذا ينقلنا عفوا دكتور عمر من سؤال لسعادة السفير عن البعد الإثني بين أريتريا وأثيوبيا. ولا هذه المسائل، مسألة التداخل الإثني، هذه مسائل قائمة بين كل الدول المتجاورة في القارة الإفريقية. فالتداخل الإثني بين إريتريا وإثيوبيا مشابه للتداخل الإثني بين إثيوبيا والسودان، بين إريتريا والسودان، بين جيبوتي والصومال، بين الصومال وإثيوبيا، بين إريتريا وجيبوتي. فهذا التداخل موجود، لكن ما أعتقد أنه هذا هو العامل أو السبب في حدوث هذه الأزمة. ما رأي دكتور عمر؟ إلى الآن يراد البحث على السبب في حدوث هذه الأزمة. في حقيقة الأمر أنا عندي أسئلة كثيرة جدا فيما يتعلق بالوضع الراهن. هل الخلاف القائم هو خلاف حدودي؟ هل الخلاف القائم هو على بقعة الأرض التي يتم التعارك عليها، وهي بحسب كل المعطيات وبحسب كل التقارير عبارة عن أرض لا منفعة منها، أو لعل هذه الأرض تحتوي في داخلها كنوز لا نعرفها؟ هل الخلاف القائم محكوم بعوامل إقليمية أو عوامل دولية؟ إذن المسألة تحديدا تنقلنا إلى شيء آخر. هنالك أوراق في اللعبة، هذه الأوراق لابد أن تكون إقليمية ولابد أن تكون دولية. في تقديري الشخصي اليوم ليس هنالك من بلد في ظل الأوضاع القائمة وفي ظل الترتيبات التي يراد أن تتم في المنطقة على وجه التحديد وعلى وجه العموم، ليس هنالك من بلد بوسعه أن ينخلع أو أن ينفصل من هذه الترتيبات الإقليمية. فالسؤال أيضا، هل هذه رسالة موجهة للنظام في أسمرة؟ السؤال أيضا، هل هنالك مصلحة محددة لأطراف معينة من هذا الخلاف؟ أنا في تقديري الشخصي على وجه العموم أن هذا الخلاف وهذه الحرب تخدم في المدى المتوسط على الأقل مآرب ومطامع ليست لصالح شعوب المنطقة على الإطلاق، ليست لصالح أثيوبيا ولا لصالح إريتريا ولا لصالح الدول العربية المحيطة بالمنطقة. هي تذكي كل عوامل الصراع وكل عوامل التقاتل، وتمهد الطريق لترتيبات إقليمية في المنطقة. هذا في تقدير. اسمحوا لي بس، في عندنا مشاركة من أحد المشاهدين. طيب أنا عندي تعليق على هذا الكلام، ودنا نسمع مشاركة أحد المشاهدين ثم أعود لكم. ألو. ألو، مرحبا يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي سؤال للسفير الإريتري. تفضل يا أخي. أبغى أسأله بالنسبة لإريتريا لما تحل مشاكلها بالقوة المسلحة مثلا مع اليمن أو مع أثيوبيا أو مع جيبوتي وتدخلها بالسودان، هل هي واثقة من نفسها أنها قادرة أن تصد أي حرب طويلة تقودها، أو هي معتمدة على دول أخرى لحمايتها؟ شكرا يا أخ صالح. بس هذا سؤالي. هذا سؤالك فقط؟ بس شكرا يا أخ. شكرا جزيلا. سعادة السفير اسمح لي بس خلنا نتابع معا تقرير وبعد ذلك نجيب على سؤال المشاهد. لا تقتصر تأثيرات الحرب الدائرة بين إريتريا وأثيوبيا على الدولتين المتحاربتين، وإنما يتوقع أن تمتد آثارها إلى الدول المجاورة. فالأوضاع الأمنية في القرن الإفريقي تتجه إلى مزيد من التوتر والتدهور بفعل وطأة الصراع بين أسمرة وأديس أبابا، وكذلك بفعل استمرار الحرب الأهلية في جنوب السودان، إضافة إلى الوضع المتأزم في الصومال.
ورغم أن الحرب الدائرة بين إريتريا وأثيوبيا تكتسي في ظاهرها طابعا ثنائيا، إلا أن هناك العديد من المؤشرات التي تشير إلى أن النزاع يأتي في صلب تنافس أجنبي جديد للسيطرة على القرن الأفريقي. والسيطرة على القرن الأفريقي تأتي في إطار الصراع المتزايد على النفوذ في القارة الأفريقية بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وأوروبا وتحديدا فرنسا من جهة ثانية. وقد كانت الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي للصراع هي الأبرز والأسرع، ذلك أن هذين البلدين كانا مهيئين لأن يلعبا دورا خاصا في القرن الأفريقي وامتداده الجغرافي في إطار الاستراتيجية الأمريكية للهيمنة على المنطقة. أما الفرنسيون فهم يعتكزت وساطته على محاولة إقناع الإريتريين بسحب قواتهم من جيوب حدودية متنازع عليها، تمهيدا لدخول الطرفين المتنازعين في مفاوضات التسوية. ولم يتخلف الإيطاليون في إبداء استعدادهم لتقديم ما يلزم لإنجاح جهود التسوية، مثل توفير الخرائط والوثائق ذات الصلة بحكم ماضيهم الاستعماري للدولتين وعلاقتهم المباشرة بالقرن الأفريقي منذ أواخر القرن التاسع عشر. أما إقليميا فهناك علاقة البلدين بالسودان المجاور، ويقول المراقبون إن الخرطوم قد تكون تنظر بعين الرضا إلى ما يجري على حدودها، إذ إن من أبرز مكاسب السودان إضعاف المعارضة من خلال ما يتردد من اشتراكها في الصراع، هذا فضلا عن أن حالة عدم الاستقرار الناتجة عن الحرب ستعرقل إشراف أديس أبابا على المفاوضات التي كان مقررا لها أن تعقد في أغسطس المقبل. كما أن الخرطوم تحتفظ لنفسها بحق استخدام ورقة مهمة للضغط على طرفي النزاع، وهي وجود نصف مليون لاجئ إريتري وربع مليون لاجئ أثيوبي في السودان في مناطق قريبة من حدود الدولتين. ومهما يكن من أمر فإن الحرب الإريترية الأثيوبية قد تقوض الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي إلى حد بعيد، خاصة وأن أوضاعه الهشة قابلة للتفجر أصلا، مما يتيح للقوى الأجنبية القفز إلى المنطقة تحت ذريعة منع اتساع الحرب وحماية البحر الأحمر الذي يعتبر منفذا بحريا استراتيجيا. سعادة السفير، نعم، كان لدينا تساؤل من أحد المشاهدين، وأيضا بودنا فيما يتصل في هذا التساؤل أن نرى ما هي وجهة نظركم في الأسباب التي أدت إلى هذا النزاع. في البداية فيما يتعلق بهذا النزاع، من وجهة نظرنا نحن إنه هذا النزاع هو نزاع حدودي، والنظام الإثيوبي طور هذا النزاع وأججه إلى أن أخذ هذه الأبعاد اللي نحن بنلاحظها الآن. القضية بدأت منذ عام تقريبا حينما حاول الإثيوبيون الاستيلاء على بعض الأراضي الإريترية، وبحكم العلاقة اللي كانت قائمة بيننا وبينهم كنا بنحاول إنه نحل هذه المشاكل في إطار ثنائي وفي جو ودي، إلا أنه هذه التطاولات استمرت وبدأت تأخذ أبعاد أخرى، وحاولنا بشتى الوسائل وإلى أن شكلنا لجان عليا للنظر في هذا في هذه المسائل ومحاولة تطويقها ومعالجتها في إطار ثنائي، إلا أن الإخوة في إثيوبيا تمادوا، وحتى بالنسبة للجان المشتركة اللي شكلناها ابتدوا يماطلوا ويمددوا فترات انعقادها من شهر إلى شهرين إلى ثلاثة، ويستمروا في استيلائهم على الأراضي الإريترية، يدخلوا في مناطق، يزيلوا الإدارات المدنية التابعة لإريتريا وينصبوا إداراتهم الخاصة ويدعوا إن هذه أراضيهم. مسألة الحدود بيننا وبين إريتريا بيننا وبين إثيوبيا مسألة واضحة ومحددة وفق الاتفاقيات الدولية، ومسألة الحدود الدولية أو
الحدود المرسومة بين المستعمرات هي حدود معروفة وما عليها أي خلاف ولا عليها أي غبار، إلا أن الإثيوبيين في الآونة الأخيرة تقريبا في العام الماضي عام 97 أصدروا خريطة جديدة أدخلوا فيها بعض الأراضي الإريترية في منطقة بادومي، في منطقة زالمبسا، في منطقة بدة، وأصبحوا يتصرفون وكأنهم أصحاب هذه الأرض. نحن في عندنا خرائط، هذه الخرائط موروثة من الاستعمار، وهذه الحدود لم يشارك لا الإريتريين ولا الإثيوبيين في رسمها ووضعها، وإنما هي موروثة من الاستعمار، وبالتالي حاولنا أن نحتكم إلى هذه الخرائط، إلا أن الإخوة في إثيوبيا أصروا إلا أن بأن هذه الأرض أرضهم، وابتدوا يمارسوا ممارسات غير مقبولة، يحرقوا منازل، يحرقوا محصولات زراعية، يفرضوا ضرائب، يعاقبوا مواطنين، وبالتالي هذا الأمر أدى إلى أنه نحن كإريتريين طلبنا بشكل جدي إنه هذه المسائل غير مقبولة، وصبرنا هذا لا يعني إنه نحن قابلين بهذه التصرفات، لكن نتيجة أمننا واعتقادنا بإنه الطرف إن هذه الممارسات قد تكون ممارسات تحتية من عناصر غير مسؤولة، وبالتالي لربما الجهات العليا تكون أكثر تعقلا وأكثر موضوعية في محاولة في استجابتها لطلباتنا. وبينما هذه الوفود من عندنا نحن تمشي إلى إثيوبيا وتحاول تلتقي، الأخوة في إثيوبيا ابتدوا يماطلوا، وبالتالي ابتدت هذه الحوادث على الحدود وفي المناطق اللي احتلوها الإثيوبيين تتكرر مرات ومرات، وفي النهاية بحكم العلاقات القديمة عناصر قاتلت مع بعض وتعرف بعضها البعض، بعض الأفراد من الجيش الإريتري راحوا للإثيوبيين وقالوا لهم هذه الممارسات اللي أنتم بتمارسوها إيه هو مبررها؟ إيه الضرورة في من كذا؟ إيه ليه بتتصرفوا بهذا الشكل؟ فما كان في رد إلا إطلاق نار على هؤلاء الناس وإبادتهم جميعا. فتصور أمام عمل مثل هذا وفي منطقة الكل فيها مسلح، من الصعب أنك أنت تحدد من اللي بدأ الطلقة الأولى، لكن طالما انطلقت الطلقة الأولى فبكل تأكيد أنه رجع تحت التسع بداية. أربط الكلام الآن مع السؤال اللي جاء أنه هل إريتريا حتحل مشاكلها بالقوة؟ والله نحن كدولة ناشئة يمكن من أصغر، يعني أصغر دولة في المنطقة كلها، وتعدادها أقل بكثير من تعداد جيرانها باستثناء دولة جيبوتي، وبالتالي فنحن أحوج ما نكون إلى التفاهم وإلى حل مشاكلنا مع جيراننا أينما كانوا بالطرق السلمية والطرق الودية والدبلوماسية، لكن حينما تفرض عليك الحرب نتيجة لتقديرات كثيرة، لاعتبارات كثيرة، لمبررات كثيرة، فأعتقد الإنسان حينما يفرض عليه القتال وخاصة فيما يتعلق بمسألة السيادة الوطنية والتراب الوطني يجد نفسه مكرها على الدفاع عن نفسه. نأخذ مشاركة أيضا من المشاهدين. ألو. يعطيكم العافية دكتور. الله يعافيك، أهلا مرحبا يا أخي، تفضل. حسيني سؤالي موجه لسعادة السفير الأريتيري. تفضل. ساهمت العديد من الدول العربية في الوصول لاستقلال أريتريا. أيوة. وهذا شيء معروف ل الجميع، وسؤالي هو ما هي طبيعة العلاقة بين الحكومة الأريترية الحالية وإسرائيل، وهل هناك أي وجود عسكري أو شبه عسكري في أريتريا وخاصة في جزيرة دهلوك أم لا؟ أرجو الجواب بصراحة، مع جزيل الشكر لكم. شكرا. نأخذ مشاركة مشاهد آخر. ألو. ألو. سعادة السفير، طبعا في عندنا مشاهد يسأل عن طبيعة العلاقة مع إسرائيل. أنا أشارك الأخ السائل في أنه الشعوب العربية وقفت إلى جانب القضية العادلة للشعب الإريتري،
ونحن كإريتريين نقدر هذه الوقفات. فيما يتعلق بطبيعة العلاقة الإريترية الإسرائيلية هي علاقات عادية وأدنى مستوى من أي علاقة قائمة بين إسرائيل وبين أي دولة عربية أخرى. فيما يتعلق بالشائعات أو هذا الكلام اللي يقال بأنه في وجود عسكري لإسرائيل في جزر دهلك أو أنه إسرائيل بتقف إلى وراء إريتريا وبتدفع إريتريا للعبث في المنطقة كما يقال، فهذه كلها مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. إريتريا علاقتها بإسرائيل علاقات عادية جدا وأقل بكثير وأضعف بكثير من علاقة بعض الدول العربية بإسرائيل. أما هذا الكلام عن وجود قواعد عسكرية أو دعم عسكري إسرائيلي لإريتريا فهذا مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، ودهلك مستعدة تستقبل أي وفد عاوز يزور ويتأكد، وإذا كان في أي إشارة فلتفضح هذه العلاقات. طيب دكتور حقيقة بودنا الآن أن ننتقل البعد الإقليمي في السياسة الخارجية لإريتريا بعد الاستقلال، وخاصة فيما يتصل ب قضية الشرق الأوسط وموضوع التسوية السلمية، بإيجاز حتى تكتمل الصورة حول هذا الجانب قدر الإمكان. في حقيقة الأمر نحن تحدثنا ضمنا عن علاقة الثورة الإريترية بالوعاء العربي، وتحدثنا ضمنا عن أن هذه الثورة كانت جزءا من السياق العام لحركة التحرر الوطني العربي، وهذه واحدة من حقائق التاريخ وواحدة من حق إنجاز التعبير. ثم نالت إريتريا استقبالها ضمن شروط وملابسات متعددة، ولكن أيضا على حوامل كفاحية حقيقية استمرت على مدى سنوات طويلة ضد سياسة الإلحاق والضم التي مارستها أثيوبيا على إريتريا. والتحقق للاستقلال الناجز في جزء منه ارتبط أيضا بعلاقة كفاحية بين جبهتين قادت البلدين لاحقا. وتحدثنا أيضا عن أنه هنالك بعض التباينات الطبيعية فيما يتعلق بالتجربة الاقتصادية والإعلامية والسياسية والإثنية في كلا البلدين، ولسنا بصدد تفصيل هذه التباينات، ولكن هنالك من يريد أن يسير بشكل هادئ أو متدرج أو متحفظ، وهنالك من يريد أن يسير بشكل أسرع باتجاه الاتساق مع شروط العصر. الجانب الإقليمي في المعادلة الإريترية كانت مطروحة منذ أول يوم لاستقلال إريتريا، ومنذ أول يوم لاستقلال إريتريا كان هنالك تطلع حقيقي في العالم العربي على وجه التحديد، باعتبار أن جل الوعاء المحيط أو العمق الاستراتيجي المحيط بإريتريا هو عمق عربي، وأيضا هنالك امتداد إفريقي طبيعي لهذا العمق العربي، وهنالك علاقات تاريخية واسعة تجمع هذين العمقين. كان هنالك تطلع لأن تأخذ الدولة الناشئة والجديدة بنواميس التاريخ، بنواميس الجغرافيا، بنواميس الحقيقة التاريخية. هنالك عتاب وانتقادات يفترض أن يسمع من لدن الإريتريين لأنهم أشقاء لنا، وهنالك أيضا عتاب يفترض أن يسمع من قبل العرب، عتاب إريتري للعرب يفترض أن يسمع من قبل العرب، ولابد أن يكون هناك تفاهم على قاعدة الاختلاف، وتفاهم على قاعدة التعاتب، وتفاهم على قاعدة المصير المشترك. اليوم نحن نرى الوضع الحاصل، الوضع العسكري المباشر الحاصل، لابد أن يكون هناك عمق لوجيستي لإريتريا وعمق لوجيستي لأثيوبيا، وكل الدول العربية ستلتبس بهذا الأمر شاءت أم أبت. ونحن نرى الآن رأي العيان أن جيبوتي هي منفذ حقيقي لإثيوبيا، ولكن إذا منعت جيبوتي هذا المنفذ الحقيقي لإثيوبيا فكأنها تخنق إثيوبيا وهي في لحظة حرب. فهذه المعادلة الأكروباتية الصعبة والدرامية هي التي تؤكد عمق التداخل الإثني والديني
والتاريخي بين إريتريا والعالم العربي. ثم هناك مسألة أخرى هامة جدا، أن المراقب العربي الاستراتيجي يعتقد أن إريتريا هي بحق حارس من حراس البحر الأحمر، ونحن نعرف المطامع الإسرائيلية في هذا البحر منذ حرب أكتوبر، ونعرف ما هي التدابير التي اتخذت من لدن العسكرية الإسرائيلية في إطار المنطقة في إطار البحر الأحمر. ونحن لا نريد الآن أن نوزع اتهامات لأحد، ولا نريد أن نضع إريتريا في زاوية بذاتها، لأنه نعتقد أن مسؤولية الحفاظ على أمن البحر الأحمر وعلى منافذ البحر الأحمر هي مسؤولية مشتركة، وأن الترتيبات التي تريد أن تعملها إسرائيل تحت جسر ومظلة النظام الدولي الجديد هي ترتيبات مفارقة لمنطق التاريخ ومفارقة لحقائق الأمور. شعوب هذه المنطقة كانت موجودة منذ الأزل، منذ آلاف السنين، وكانت متعايشة منذ آلاف السنين، وليس هنالك من مخرج للتعايش، وليس هنالك من مخرج للعيش بشكل طبيعي وتكاملي بين شعوب هذه المنطقة. لكن المخطط الإسرائيلي هو مخطط يستهدف منافذ البحر الأحمر، يستهدف إيجاد مشاكل فيما يتعلق بالمياه، ويستهدف إنعاش البذور التعصبية الإثنية والدينية، تلك البذور التعصبية الإثنية والدينية التي كانت سبب أساساً سبب في إقامة هذه الدولة في عمق العالم العربي. إذن وباختصار شديد، أنا في تقديري الشخصي أن العتاب المتبادل لابد أن يؤخذ بواسع النظر وحسن الفطنة، ولابد من إعادة قراءة التاريخ المعاصر بشكل هادئ، وعلى الإخوان الإريتريين أن يستوعبوا العتاب العربي، لأنهم أقرب رحما وأقرب ناس لنا، وبالقدر نفسه أنا أعتقد أن وشائج العلاقات التاريخية الإثيوبية الإريترية تقتضي أن يكون هناك اتفاق بين البلدين بدلا من التحارب الحاصل الآن. شكرا. نستمع إلى أيضا مشاركة المشاهدين معنا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. شكرا على البرنامج الطيب، وأودي أنه إذا كان دقيقة واحدة لموقف إريتريا من إسرائيل. يعني سمعت أخيرا من الرئيس الإريتري نفسه أنه هم لا يعترفوا حتى باتفاقات أوسلو، انطلاقا من موقف إريتريا الرافض للتسوية غير المكتملة للقضية الفلسطينية نفسها. فعلاقة هي على ما أعتقد لمتابعتي للأوضاع في المنطقة إنها هي علاقة عادية. النقطة الثانية، كنت أودي إنه برنامجكم العظيم يتيح فرصة للرأي الإثيوبي، لأنه احترامي الشديد للسفير تاعت السفير محمد، إلا إنه عكس وجهة النظر الإريترية فقط. ألو ألو ألو، تفضل يا أخي. نعم، هنالك جوانب لم يتعرض لها السفير، وهي إنه انطلاقا من إنه هذا البرنامج يزعى إلى دفع الحل السياسي للنزاع الدموي بين البلدين، وهنالك الموقف الإثيوبي منذ التحرير عام 91، قضية كانت واضحة إنه إثيوبيا وجبهة التحرير التجرية والجبهة الديمقراطية لتحرير شعوب إثيوبيا كان موقفه متقدم جدا جدا منذ 91. 93 عندما تم الاستقلال قدمت كل ما يمكن من ضمانات سياسية ودستورية حتى وإنه تتيح للإريتريين فرصة الانطلاق إلى الأمام. الصراع والنزاع الذي بدأ يعني منذ العام الماضي أعتقد أنه أصله كان عوامل غير حقيقية، يعني عوامل تتعلق بعدم نضج الطرفين، واحد، اثنين، عدم قدرتهم على انه يحتووا النزاعات البسيطة اللي هي انه وفد يقول لك وفد، على حسب ما سمحت من الرئيس الإريتري وسيد ملة الزناوي كل واحد يتحدث عن وفد ذهب سلميا واجهوه بقوات أرادوا أن يجردوا هذه الوحدات من الأسلحة بتاعتها ونشب النزاع. كيف يمكن لبلدين لهم سيادة ولهم مؤسسات ولهم قدرات أو لهم مستقبل يعني
ينشب بينه النزاع ويتطور هذا التطور، وفي النهاية يتفجر من مسألة يمكن احتوائه. فهنالك القضية الأساسية اليوم إنه كيف يمكن أن نحتوي هذا النزاع، كيف يمكن أن نبعد النظريات تحت المؤامرة، وإنه هنالك قوة خارجية تريد أن يعني تفجر هذه المنطقة. القضية واضحة، إن يا إريتريا أنت الآن موجودة في أراضي تتنازعي فيها مع إثيوبيا، وبالوقائع بتاعت المعارك إنك أنت استطعت إنك تمكن نفسك في هذه المناطق. المبادرات الموجودة تقول إنك أسحبي نفسك إلى الوراء وتيح الفرصة لأنه قوة ثالثة تأتي، ومن ثم يبدأ الناس الدخول في حوار. وشكرا جزيلا للوقت الطيب ده. شكرا أخي عمر. نأخذ مشاركة ثانية من أحد المشاهدين. الو الو السلام عليكم. تفضل يا اخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت سؤال بس بتاعت السفير، هو تكلم سعاده السفير بتاعتك على مساله النزاع مع اثيوبيا، وقال ان في تصرفات يعني غير منضبطه من اثيوبيا حدثت في تقسيم الحدود او في رسم خريطه حدوديه، وادى منها انها تداخلت في ارض اريتريا بسلاح او بقوة عسكريه او اي كما قال يعني، وهذا تصرف غير منضبط أدى بعد ذلك إلى اضطرار إريتريا أنها تدافع عن نفسها. فهذا يعني وعيب عليها أنها تدخلت بالقوى العسكرية قبل أن تلجأ إلى المفاوضات السلمية والحلول السلمية، بالرغم من أن إريتريا تطلب ذلك. فالسؤال، هل فعلت إريتريا في جزر حنيش هكذا؟ يعني إذا كان في خلاف حدودية ولو اعترفنا أنها هي أرض إريتريا، هل اتخذت ذلك في جزر حنيش مع اليمن؟ يعني لجأت إلى الحلول السلمية قبل أن تلجأ إلى الدخول العسكري. نعم حصل طبعا تفاوض ولجأوا الآن إلى الحل السلمي، وطبعا في قضية مصارة في المحاكم، لكن هل فعلت هذا الفعل قبل أن الذي تطلبه الآن من أثيوبيا من أثيوبيا، هل فعلته مع اليمن؟ لما بررت نفسها هذا الفعل ولم تبرره لأثيوبيا يعني؟ وشكرا. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. قبل أن ننتقل للإجابات بودنا أن نتابع معنا التقرير الثالث. وسط التنافس الدولي المعلن والخفي على القرن الإفريقي، يتكشف الدور الإسرائيلي فاعلا من خلال الأمن والاقتصاد. ولم يعد سرا أن أثيوبيا وأريتريا معروفتان بعلاقتهما المتميزة مع إسرائيل، فمنذ استقلالها قبل 5 أعوام أظهرت أريتريا خاصة استعدادا فطريا للمواجهة، وبعد أن أدارت ظهرها كليا للعرب الذين قدموا لها المساعدة سنوات حرب الاستقلال، بدأت إريتريا في اتباع سياسة فرض الأمر الواقع في خلافاتها الحدودية مع جيرانها، وقد فعلت ذلك مع اليمن بسبب جزر في البحر الأحمر، كما تشاحنت أيضا مع السودان وجيبوتي، وذلك دون اللجوء إلى الخيار الدبلوماسي، مما يشير إلى اتباعها النموذج الإسرائيلي في التعامل مع محيطها، وهو تعامل يقوم على القوة في المقام الأول. فعلى الصعيد الأمني قدمت إريتريا تسهيلات لإسرائيل لإقامة منشآت شبه عسكرية على جزيرتي دهلك وفاطمة داخل المياه الإقليمية الإريترية في البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب. أما على الصعيد الاقتصادي فإن هناك إصرارا إسرائيليا على تطوير العلاقات التجارية مع إريتريا وأثيوبيا من خلال التقنيات الزراعية. وبقطع النظر عن حقيقة الدور الإسرائيلي فيما يجري في القرن الإفريقي، فإن العلاقات الإسرائيلية مع إثيوبيا وإريتريا تتطور باطراد، وهي مفتوحة على احتمالات شتى. وبقدر تنامي الدور الإسرائيلي في القرن الإفريقي، فإن هناك غيابا يكاد يكون تاما من جانب العرب، رغم الأهمية القصوى التي يمثلها القرن الإفريقي بالنسبة لأمنهم القومي. سعادة السفير، هنالك مجموعة من التساؤلات، مجموعة وكلام متداخل، فيما بعد يشاركنا الدكتور عمر في الإجابة. تفضل سعادة السفير. طيب، في كلام متداخل وكله يدور حول محور واحد تقريبا، سواء كان تعليق الدكتور أو الأسئلة الوردت أو التقرير المقدم من عندكم، وهو أنه إريتريا أدارت ظهرها للعرب، وأنه إريتريا بتفرض الأمر الواقع، وأن إريتريا بتتعامل مع إسرائيل، وإن إريتريا وكلام من هذا القبيل. أنا أحب أقول شيء واحد فيما يتعلق بموقفنا من القضايا العربية، فمواقفنا واضحة. صحيح كما تفضل الدكتور عمر
في منذ التحرير تقريبا كانت في هناك رغبة عربية في أن تكون إريتريا عضو في جامعة الدول العربية. ونحن كإريتريين ردينا على هذه الدعوة في أكثر من مناسبة وعلى أكثر من صعيد وفي مناسبات مختلفة بأن والله نحن كإريتريين أدرى بواقعنا وأدرى بتركيبتنا وإنه هذه المسائل الآن مش في أولوياتنا، في أولويات نحن بنهتم بها أو منهمكين فيها. هذا الموقف لا يعني بأنه إريتريا هي ضد العرب وإنه إريتريا بتعمل ضد الأمن القومي العربي أو ضد المصالح العربية. بالعكس، نحن حتى الآن بنعتبر أنفسنا جزء من هذا المحيط العربي بحكم العلاقات التاريخية وبحكم الجغرافية وبحكم الثقافة. وبالتالي كل ما يقال عن أن إريتريا أدارت ظهرها للعرب أو تعاملت مع إسرائيل ضد العرب ما هو إلا مجرد تلفيق وكلام لا أساس له من الصحة. فيما يتعلق بسياسة إريتريا الشبيهة بسياسة إسرائيل فيما يتعلق بفرض الأمر الواقع فهذا أيضا تجني. إريتريا دولة صغيرة، دولة حديثة، إمكانياتها محدودة، وضعها الاقتصادي يحتم عليها أن توفر كل ما لي من أجل التنمية، من أجل إعادة اللاجئين المشتتين في أنحاء العالم، من أجل بناء مؤسساتها، من أجل التنمية الاقتصادية. وبالتالي إريتريا ما عندها الإمكانيات اللي بتخليها دائما أنه تتصدر المشاكل وتحاول كما يدعون أن هي تفرض الأمر الواقع. إريتريا دولة أحوج إلى السلام أكثر من غيرها لأنها مرت بالحرب وبتعرف ويلات الحرب وبتعرف مرارة الحروب وجربتها لمدة 30 سنة. للأسف بعض الأحيان بنسمع من هنا وهناك بعض التجني على إريتريا بأنه إريتريا كشعب. بعض الأحيان حتى الشعب الإريتري بيشتم ويزدرى عليه ويحقر من قبل الإعلام العربي للأسف، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أنه الناس اللي بيكتبوا بهذا الشكل تنقصهم المعلومات وتنقصهم الحقيقة، وبالتالي بيلجأوا إلى هذا الأسلوب اللي لا يخدم المصلحة. الشعب الإريتري البعض بيقول إنه نتيجة ترتيبات معينة ونتيجة اتفاقيات معينة ونتيجة قوة داخلية. بالعكس، الشعب الإريتري من أعرق الشعوب اللي خاد معركة أو حرب طويلة الأمد، أطول الحروب في إفريقيا كلها، خادها بالاعتماد على ذاته، بالاعتماد على إمكانياته، قدم الآلاف من الضحايا، قدم الآلاف من الشهداء، وتحمل ويلات كثيرة، ولكنه صمد لأنه ما كان أمامه خيار آخر غير أن يصمد وأن يحقق أمانيه في الحرية وفي الاستقلال وأن يلحق بالشعوب التي تجاوزته. فيما يتعلق بأنه إريتريا بتمثل نموذج إسرائيلي، هذا مجرد أوهام لا أكثر ولا أقل. إذا كانت إسرائيل عندها سياسات معينة فليها الربط بين إسرائيل وبين إريتريا؟ إريتريا دولة أقرب إلى العرب منها إلى إسرائيل. إريتريا من بعد التحرير يمكن حتى الآن لديها حوالي 19 سفارة. من 19 سفارة في 9 سفارات في المنطقة العربية، بينما 10 سفارات منتشرة في العالم. حوالي 46-50% من مجموع بعثاتها الدبلوماسية موجودة في العالم العربي، وهذا دليل على رغبة إريتريا في أن تمد جسورها مع العرب، في أن تحافظ على علاقاتها مع العرب. لكن إذا كان هذا بعض الناس بيأخذوه على أساس أنه إن نحن بنظهر عكس ما نبطن، فهذه أشياء موجودة في نفسياتهم هم مش صبدا. فيما يتعلق بمسألة الحرب بيننا وبين إثيوبيا، هذه الحرب فرضت علينا،
الناس بتقرأ في البيانات، ومراكز الدراسات الاستراتيجية متبرعة بتقديم المقارنات بين حجم إريتريا وحجم إثيوبيا. تعداد سكان إريتريا 4 مليون، تعداد سكان إثيوبيا 60 مليون، حجم الجيش الإريتري 46 ألف، حجم الجيش الإثيوبي 120 ألف، مساحة إريتريا 120 ألف كيلومتر، مساحة إثيوبيا 1,100,000 كيلومتر. هذه المقارنات متاحة أمام الناس. مع هذا الناس ما زالت يعني كل النشرات اللي بنسمعها في التلفزيون في الصحافة كلها بتقول إنه إريتريا اعتدت، إنه إريتريا فتحت جبهة. رغم هذه المقارنة كيف الواحد يعتقد؟ لو في قليل من الاجتهاد الناس ما كانت تنجر وراء كل هذه الأقاويل. عفوا سعادة السفير، طبعا هذا راح يجرنا إلى سؤال قد يكون الأخير وأيضا يبين للمشاهدين أبعاد هذا الصراع النزاع. نعم، يعني البعض يرى أن فعلا هنالك في بعد خارجي للنزاع بين النزاع الإريتري الأثيوبي، ويتخوف أن احتمالات تدويل هذا الصراع، إذا تم تدويل هذا الصراع ما هي انعكاساته؟ ممكن نبدأ شوي مع الدكتور عمر عبد العزيز ثم أعود لك. في حقيقة الأمر التدويل سيكون تحصيل حاصل إذا استمرت الأمور بهذا الشكل، وإذا استمر حالة التوتر. في حقيقة الأمر الناس والصحف وأجهزة الإعلام المختلفة عندما تتحدث عن بعض الحقائق فهي لا تجترح هذه الحقائق، الاحتكاكات التي حصلت سابقا مع أكثر من دولة، سواء كانت احتكاكات دبلوماسية أو عسكرية أو اتهامات متبادلة، ليست اجتراح من أحد. إريتريا مطالبة بتفسير مثل هذه الأمور في تقدير الشخصي، ومطالبة أيضا بأن تتعامل بنفس مفتوح مع الانتقادات التي توجه من طرف المراقب العربي، لأنه من الضرورة بمكان أن يكون هناك وضوح فيما يتعلق بقضايا الجزر، فيما يتعلق بالاحتكاك الإريتري الجيبوتي، فيما يتعلق بالاحتكاك الإريتري الأثيوبي الحالي. لابد للدبلوماسية الإريترية وللخطاب الإريتري أن ينشط أولا في وعاء الإقليمي، وأن يبرر ويفسر ما يحصل من مفردات، ما تحصل من مفردات على الأرض. هذه ليست ابتكارات ولا اختراعات ولا أوهام، هي حقائق فعلية. ونحن نعرف أن قضية جزيرة حنيش الآن مطروحة على مستوى التحكيم الدولي، ونحن نعرف أنه حصل هناك احتكاك بهذا القدر أو ذاك بين إريتريا وجيبوتي، ونحن نعرف أيضا التفارق بين النظامين الإريتري والسوداني، ونحن نعرف المشكلة الأخيرة المؤلمة حقيقة والتراجيدية القائمة بين إريتريا وإثيوبيا. إذن الدبلوماسية والعقل المفكر في إريتريا بوسعه أن يتقرى بواسع النظر وبحسن الفطنة وبروية ما يطرح في إطار المراقب العربي، وأن يقدم التفسير، وهذا شيء جيد، وهذا الشيء يقرب من شقة الخلاف والاختلاف إنجاز التعبير. أما فيما يتعلق بمسألة التدويل فإن هذه المسألة تبدأ أساسا من التداخلات الإقليمية ومن انتشار الصراع الإقليمي، ثم بعد ذلك يمكن أن تختلط الأوراق، ويمكن أن يكون التدويل هو تحصيل حاصل كما يحصل الآن في الصومال على سبيل المثال. الآن جل المراقبين يتفقون على أن المشكلة الصومالية لا يمكن أن تنتهي إلا بتدخل حقيقي، وهذا التدخل الحقيقي إما أن يكون إقليمي وإما أن يكون دولي. ما لم فإن الحرب ستستمر، وأمراء الحرب سيظلون قابعين في مناطقهم، والمتاهة ستجر نفسها إلى ما لا نهاية، وآثارها الوخيمة ستلقي بظلالها على كل شعوب المنطقة. إريتريا خلال السنتين الأخيرتين للأسف الشديد حدث أكثر من احتكاك وشرخ وعدم تفاهم وعدم وضوح، وحتى الصراع الحالي الآن أنا شخصيا أتساءل، وقد تساءلت في بداية حديثي، لا أستطيع أن أعرف بالضبط ما هو السبب العميق وراء هذا الصراع، برغم تجلي الظواهر فيما يتعلق بالمسائل الحدودية أو فيما يتعلق بتباين التجربتين الأثيوبية والإريترية، أو فيما يتعلق أيضا بالأبعاد الإقليمية والدولية لهذا الصراع. بيد أن الآن يعني وبوجود سعادة السفير نحن يهمنا أن نسأل إريتريا بالذات أن تفسر كثير من المسائل الغامضة وغير الواضحة في وضع إريتريا الإقليمي أولا، ولن نندفع إلى
إلى مسألة اتهامات أو أقاويل يعني فعلا. نسمع رئيس سعادة السفير فيما يتصل بالبعد الخارجي وأيضا كلام الدكتور التدويل. كلام الدكتور أنا أربطه وألخصه بعبارة واحدة وهي إنه العالم أصبح يتهم إريتريا بأن هي الطفل المشاكس في هذه المنطقة أو الطفل المشاغب البثير المشاكل مع جيرانه هنا وهنا. أنا مش بحاجة إلى أن أردد أكثر مما قلت بأن إريتريا التي خرجت من الحرب من حرب استمرت لثلاثين سنة أكثر من غيرها أو أكثر حوجة من غيرها إلى السلام. لكن إريتريا هذه نتيجة اعتقادات خاطئة، نتيجة الاعتقاد بأن إريتريا هذه خارجة الآن منهوكة القوة من حرب طالت، ومجرد الاعتقاد بأن هؤلاء مجرد عناصر حرب عصابات ما عندهم الخبرة السياسية ولا عندهم القدرة على مواجهة الجيوش النظامية. هذه الاعتقادات وغيرها قد تكون دفعت الآخرين إلى التحرش بإريتريا. أما إريتريا ما عندها الرغبة لا في المشاكسة ولا في المشاقبة ولا عندها المصلحة في إثارة أي مشكلة مع أي طرف كان. لكن إريتريا حينما تتعرض لمثل هذه التقولات ومثل هذه الاعتداءات ملزمة بالدفاع عن نفسها، والدفاع عن النفس حق مشروع. فيما يتعلق بالصراع الإريتري الإثيوبي الراهن، هذا الصراع نحن بنعتبره صراع حدودي لا أكثر ولا أقل، وصل إلى هذه المرحلة نتيجة إصرار الطرف الإثيوبي على توسعة نطاق الحرب. مجلس الوزراء الإثيوبي من أول بيان أصدره حدد إنه القوات الإريترية ما لم تنسحب من الأراضي الإثيوبية اللي احتلتها فإن الحكومة الإثيوبية سوف تتخذ من الخطوات ما يمكنها من دفاع من الدفاع عن سيادتها. الحكومة الإثيوبية أولا ما حددت فين هي الأراضي الإثيوبية اللي احتلتها القوات الإريترية، واحد. نمرة اثنين، منذ البداية لجأت إلى أسلوب التهديد وإلى إعلان الحرب ثم أتبعتها بسلسلة من الإجراءات. الآن إريتريا مهددة بأنه المجال الجوي الإريتري بيعتبر من وجهة نظر سلاح الطيران الإثيوبي منطقة حربية، الموانئ الإريترية بتعتبر أهداف عسكرية، الإثيوبيين فارضين حصار على إريتريا. هل المطلوب من إريتريا إن هي تتفرج؟ فعلاً حسب الإحصائيات المطروحة إن إثيوبيا أقوى من إريتريا بآلاف المرات. طبعا هل المسألة هل قد يؤدي إلى تدوير النزاع؟ ولا الكرة في مرمى الإثيوبيين؟ نحن منذ البداية فتحنا تركنا الباب مفتوح لخيارات كثيرة. هم في المقابل الإثيوبيين يقولون أن الكرة في مرمى الأرتيريين. على الإطلاق. فلندرس المسألة. تابعوا. يعني احنا بنقول وهم بيقولوا لكن فين الحقيقه؟ طيب ما هو الحل يعني في نهايه المطاف سيؤدي هذا النزاع الى استنزاف البلدين؟ الحل نحن طرحنا وجهه نظرنا، اولا ان امكن الوصول الى حل ثنائي، ان تعذر ذلك عن طريق وسيط او طرف ثالث، ان تعذر ذلك نزع اسلحه المناطق الحدوديه، ان تعذر ذلك اللجوء الى المحاكم الدوليه، هذه خيارات نحن طرحناها منذ البدايه. لكن اذا كان الاثيوبيين بيفرض علينا الحرب وبيطرحوا سيناريو جديد فشل فيه من قصة هايلة مريم وفشل فيه هايلة سلاسي، فخليهم يجربوا حظهم. على كل حال احنا قبل ما ننهي نعطي الدكتور عمر عبد العزيز دقيقة في هذا المحور. أود أن أقول كلمة قصيرة جدا، أن مشاكل الحدود موجودة في كل مكان في العالم. نعم. وغالبا تحل مشاكل الحدود بشكل سلمي وهادئ، وما تندلع الحروب إلا إذا حصل حراك غير طبيعي في مناطق الحدود، يعني حراك في إطار الزمان والمكان وإخلال واجتثاث لحقيقة معينة. كل دول العالم وخاصة الدول التي ورثت الخرائط الاستعمارية، وبهذه المناسبة أود أن أقول أن هنالك مسؤولية أخلاقية وأدبية أمام الدول الاستعمارية الكبرى في أن تضع النقاط على الحروف وأن تقول رأيها بصريح العبارة فيما يتعلق بالخلافات الحدودية في عديد من مناطق العالم. ولكن مرة أخرى أقول أن هذه
المسألة موجودة في كل مكان، والقاعدة العامة هو التراضي والحل السلمي وليس العمل العسكري. شكرا سعادة السفير. كلمة أخيرة قبل كلمة أخيرة. نتمنى أنه كل متتبع للأحداث الجارية في منطقتنا، خاصة فيما يتعلق بإريتريا وإثيوبيا، أن يتحرى الدقة. نحن لسنا دعاة حرب. أكثر الشعوب حوجة إلى السلم وإلى السلام وإلى التنمية. هذه الحرب فرضت علينا، وأمام هذا الإصرار الإثيوبي لإعادة احتلال إثيوبيا أو لإعادة احتلال إريتريا، ما علينا إلا أن ندافع، ولكننا في أي لحظة مستعدين للتعاون في أي مجهود يبذل من أجل إيجاد حل السلم. أعزائي المشاهدين، باسمكم جميعا أتقدم لسعادة السفير سفير إريتريا في دولة الإمارات أستاذ محمد علي عمرو، شكرا جزيلا. ونتقدم بالشكر الجزيل للدكتور عمر عبد العزيز، شكرا جزيلا، الكاتب والصحفي جريدة الخليج، شكرا. أعزائي المشاهدين، نرجو أن تهدأ الأوضاع أو أن ينزع فتيل الصراع والنزاع بين إريتريا وإثيوبيا، وأن يعم السلام هذه المنطقة الهامة والحيوية في منطقتنا. إلى إن شاء الله أن يتحقق ذلك، نرجو أن يعود رفاق السلاح سابقا إلى التفاهم فيما بينهم لحل هذه المشكلة إذا كانت فقط مرتبطة بقضية حدود. أعزائنا المشاهدين، باسم كل العاملين معنا في الاستوديو وفريق عمل رؤية، نتقدم لكم بالشكر الجزيل للمتابعة. إلى أن نلتقي معكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، نرجوكم أسعد الأوقات وشكراً.